على مستواكم كطلبة في 3 أنواع مهمين من الـ RNAs، وطبعا في أنواع كتيرة جدا من الـ RNAs أو الرايبونيوكليك أسيد، إنما التلاتة المهمين جدا اللي هم هيساعدوني في عملية البروتين سينثيسز هم الماسنجر RNA أو الـ mRNA، هم التاني واحد هو الترانسفير RNA أو الـ tRNA، وتالت واحد هو الريبوزومال RNA أو الـ rRNA. انوه بس ليه؟ ان الجين موجود على دي ان اي، ولما بقعد اعمل عمليه ترانسكريبشن الجين بتاعي بيتقري من 3 الى 5، بيتقري من 3 داش الى 5 داش، وبالتالي الار ان اي اللي بيتخلى عندي بيتكون من 5 داش الى 3 داش، يبقى ده من 3 برايم الى 5 برايم، ده هيتقري من 5 برايم الى 3 برايم، لان انتوا عارفين انه انا بخلق اي جينيتك ماتيريال اي نيوكليوتايد العمليه بتبقى انتي بارلل، يعني لو في واحد 3 برايم 5 برايم يبقى التاني لازم يبقى 5 برايم 3 برايم. النقطه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها قبل ما اشرح الار ان ايز، ان الجين اللي انا بخلق منه الار ان اي بيتكون من حاجات اسمها اكزونز وحاجات اسمها انترونز. اكزونز وانترونز، يعني ايه اكزونز ويعني ايه انترونز؟ الاكزونز دي هي سيكونس اوف نيوكليوتايد موجوده في الجين اند ات ويل كود فور امينو اسيد. خد بالك العمليه في الاخر عمليه الجين اكسبريشن بتنتهي بتخليل البروتين، والبروتين عباره عن امينو اسيد. لو كان السيكونس اوف نيوكليوتايد اللي موجود في الجين ده هيشارك فعلا في عمليه تخليق البروتين، يعني النيوكليوتايد اللي فيها تستدعي امينو اسيدز اللي هنا، هسميه اكسون. طب لو كانت النيوكليوتايدز بتاعته مش هتشارك في عمليه تخليق البروتين، يعني ده كده سيكونس اوف نيوكليوتايد مش هيطلع منه حاجه اسمها كودون، يعني مش هيستدعي امينو اسيد، يعني مش هيشارك معايا في تخليق البروتين، فبسميها انترونز، حاجات دخيله. لما بقعد اخد نسخه انا او كابي من الجينيتك انفورميشن اللي موجوده على الدي ان اي، النسخه دي اللي هتشارك معايا او الكابي دي اللي انا هاخدها عشان تشارك معايا في عمليه تخليق البروتين هتشمل نسخه من الاكزونز ونسخه من الانترونز. قبل ما اقول على ان الار ان اي بتاعي ماتيور ار ان اي، لازم الانترونز دي تتشال، لازم الانترونز دي تتشال، لان وانا بخلق عمليه وانا بخلق البروتين تخليل البروتين هقول لك بعد كده ان العمليه بتاعته كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني الريبوسوم ركب هنا في الحته دي بدا يترجم الكودونات او الكودونز اللي موجوده هنا، العمليه لازم تبقى كونتينوس، فما ينفعش يجي راكب هنا ويمشي في الاتجاه ده يقول لك انا هخلق الحته دي وبعدين يفصل وبعدين يجي، لا 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 لا، الكلام ده مش موجود. وبالتالي قبل ما اقول ان الار ان اي بتاعي ماتيور وهيؤدي وظيفة، لازم أول حاجة أشيل مين؟ أشيل الانترونز دي أو الحاجات الدخيلة دي. الانترونز دي بتتشال بعملية اسمها سبلايسنج، عملية سبلايسنج. المهم بتتشال الانترونز، فاللي بيتبقى عندي هي الاكزونز بترجع تربط مع بعضها تاني وتخلي لي حاجة اسمها mRNA أو ماتيور mRNA، يعني دلوقتي هو ناضج وليه القدرة على أنه يشارك في عملية الترانسليشن عشان يخلق بروتين. دي كانت مقدمة بسيطة قبل ما ادخل في اول واحد فيهم اللي هو الماسنجر RNA. ايه حكاية الماسنجر RNA؟ الماسنجر RNA ده هو اللي بياخد كابي نسخة من الجينيتك انفورميشن دي اللي موجودة على جزء من الدي ان اي، ودي نقطة لازم تبقى واضحة في الاذهان يا جماعة. وانا بعمل عملية ريبليكيشن اللي هو تخليق الدي ان اي من دي ان اي، التو ستراندز بيتفصلوا عن بعضهم كلهم، والنسخة الواحدة بتاخد الاستراند من أوله لآخره، من أوله لآخره. إنما وأنا بخلق الـ mRNA أنا ما بفصلش التو ستراند بتوع الـ DNA كلهم عن بعضهم، لأ، ده أنا بفصل جزء معين في الـ DNA بقول عليه جين. هل هو الـ DNA جين واحد؟ لأ، الـ DNA millions of genes، يعني هنا جين هنا جين هنا جين هنا جين. وبالتالي انا وانا بخلق الـ mRNA انا ما بفصلش التو ستراندز كلهم عن بعضهم بتوع الدي ان اي، انا بفصل الجزء من الدي ان اي اللي موجود عليه الجين اللي انا عايزه بس. ايه هو الجين يا جماعه؟ هو سيكونس اوف نيوكليوتايد موجود على الدي ان اي اند ات ويل كود فور بروتين سينثيسيس، يعني
يعني هيتخلق منه بروتين. كلام جميل. يبقى الام ار ان اي باي مايند كده هتلاقيه ان هو اقصر بكتير من الدي ان اي. يعني الدي ان اي لو قلنا في الهيومن مثلا طوله بيتراوح ما بين متر ومترين، الام ار ان اي هتلاقيه كلام فاضي جدا بالنانومتر، يعني طوله، لان هو واخد جزء معين من الدي ان اي اللي انا بقول عليه الجين. شكل الام ار ان اي بيبقى لينير، شكل الام ار ان اي بيبقى لينير. الام ار ان اي اللي بيتخلق مباشره من الدي ان اي بقول عليه هيتروجينس نيوكليار ار ان اي، وكلمه هيتروجينس نيوكليار معناها غير واضح المعالم، من الاخر يعني بيحتوي على انترونز واكزونز. لو انا عايز الام ار ان اي او الار ان اي اللي طالع ده اللي انا بقول عليه هيتروجينس نيوكليار ار ان اي او اتش ان ار ان اي او بلو سكريبت السجاده الزرقاء، لو عايز احوله الى ماتيور ام ار ان اي انا لازم اشيل منه ايه؟ الانترونز. طيب شلت منه الانترونز فتحول من هيتروجينس نيوكليار ار ان اي الى ماتيور ام ار ان اي، هو ده اللي هيشارك معايا في عمليه الترانسليشن. هل كده الام ار ان اي صورته كملت؟ لا، صوره الام ار ان اي عشان تكمل باجي على الفايف برايم اند على النهايه خمسه شرطه دي، وبروح اعمل له حاجه اسمها كاب، بعمل له حاجه اسمها كاب. ايه هو الكاب ده؟ هو 7 ميثايل جوانوزين ترايفوسفيت، هقول لكم وظيفته ايه بعدين. وباجي على ال 3 برايم اند على النهايه 3 شرطه دي، بعمل له تيل ديل، يبقى بلبسه طاقيه وبعمل له ديل. التيل ده اسمه بولي اي تيل، وده عباره عن 22 250 ادينوزين بيزز. وظايفهم ايه برضو مش هدخل فيها دلوقتي لحد ما يجي وقتها عشان ما نعقدش الدنيا. الوظيفه الرئيسيه بتاعت الام ار ان اي يا شباب، it carries a copy of the genetic information codons that will help in the protein synthesis. من غيرها مش هعرف اخلق بروتين، لان هي دي بتحمل الكودونز، الكودونات اللي هو بيقول لك الكودون الفلاني هيجيب الامينو اسيد الفلاني، الكودون الفلاني هيجيب الامينو اسيد الفلاني. طيب في حاجه تانية عايز اقولها هنا قبل ما امشي، ما تنساش ابدا ان الام ار ان اي، وخصوصا انا بتكلم في الايوكاريوت اللي هي حقيقيات النوع اللي هي زي الهيومن والانيمالز ومش عارف ايه، طبعا النوع الثاني اللي هو البروكاريوت انتوا عارفين اللي هي اوليات النواه اللي هي ما فيش نيوكليار ممبرين حوالين النيوكليوس، انا بتكلم على الايوكاريوتس. لما بيتخلق الام ار ان اي يا شباب يبقى اسمه هيتروجينس نيوكليار ام ار ان اي، وده بيشمل حاجتين انترون واكزون. طب هل الهيتروجينس نيوكليار ام ار ان اي ده هيشارك معايا في عمليه تخليه البروتين؟ الاجابه لا، لان انا زي ما قلت لكم عمليه تخليه البروتين لازم تبقى كونتينوس نون انتربتد، وعشان تبقى كونتينوس ونون انتربتد لازم الريبوسوم يركب على الفايف داش اند هنا بتاعت او الفايف برايم اند بتاعت الام ار ان اي، يمشي كونتينوس لحد ما يصل الى نهايه الجزء اللي انا هعمل له عمليه ترانسليشن. وعشان العمليه دي تبقى كونتينوس يا شباب يبقى لازم قبل ما اقول ان ده ماتيور ام ار ان اي لازم اشيل مين؟ لازم اشيل الانترونز اللي هي الحاجات الدخيله اللي هي مش هتشارك معايا في عمليه تخليل البروتين. كلام جميل جدا. النقطه الثانيه المهمه قبل ما اقول، وانا بتكلم مينلي في الايوكاريوتس، قبل ما اقول ان ده عندي ماتيور ام ار ان اي لازم البسه طاقيه واعمل له ديل، او بعمل له حاجه اسمها 5 داش كاب اند 3 داش تيل او بولي اي تيل. وال5 داش كاب انا قلت عليه اللي هو 7 ميثايل جوانوزين تراي فوسفيد، التيل اسمه بولي اي تيل، وده موجود على ال3 داش اند، وهقول وظايفهم بالتفصيل.